حالة ماشية دلوقتي، ناس كتير جدا عندهم إسهال مع ارتفاع حرارة، فهل ده ليه علاقة بأن الجهاز الهضمي بيتخض من الإجهاد الحراري، ولا الحساسية بتزيد؟ إيه اللي حاصل؟ هل حضرتك رصدتي أو جالك ناس؟ لأن أنا أعرف ناس كتير جدا عندهم الحالة دي متكررة. بصي، هو في كذا شق للموضوع. في شق لو طبعا في الصيف انت عارفه بتزيد البكتيريا والنشاط البكتيري، والاكل جو حر، الناس بتسيب الاكل بره بينشط فيه النشاط البكتيري، فبيبقى عرضه اكتر ان هو يحصل تسمم غذائي، زي مثلا احنا مثلا السمك مثلا او المحار او الحاجات اللي فيها نشويات كتير، زي مثلا الكشري مثلا، الوجبات اللي هي اللي بتبقى فيها كارب، نشويات، نسبة نشويات عالية. ده المفروض احنا متخيلين النشويات دي ما بتفسدش، لا اللي بيفسد مثلا السمك، السلطة، الخضار، وانتبهوا الناس اللي بيروحوا ياكلوا لان من المحلات. لان لو يعني سرعة تكاثر البكتيريا بتبقى اسرع في الجو الحر، فلو في الشتاء مثلا بيبقى ممكن يبقى ياخد وقت عقبال ما يبان التوكسنز فيه، لكن في الصيف الجو حر فالبكتيريا بتتكاثر بسرعة جدا، فممكن يحصل تسمم غذائي، او ممكن يحصل نزلات معوية عن طريق مثلا ان الناس مش غاسلة ايديها كويس وعدت الطعام، ف يعني تكاثر البكتيريا بيبقى سريع جدا، فبتزيد نسبة الايه ان حد يجيله عدوى من لو اكل ملوث او مش نظيف، او حتى طبخنا الاكل وسبناه بره محطوط اكتر من ساعتين. يبقى هنا لازم ننتبه ان احنا ما بنسيبش الاكل اكتر من ساعتين. بالظبط احنا عندنا ثقافة وجع البطن بس ما نبوظش التلاجة. بالظبط والحاجة التانية ان احنا ننتبه ما نشتريش الاكل من بره، يعني بالظبط حتى اقتصاديا صعب، والنور لما بيقطع بالثلاث بالظبط ساعات وارد ان الحاجات دي في المطعم تفسد بالظبط. كمان. فعشان كده برضو مثلا لو طلعنا فراخ او لحمه من الفريزر تفك، ما نسيبهاش بقى وننساها، لا على طول نطبخها، او لو هنسيبها بالكتير او يوم، في الشتاء ممكن نقول يومين ثلاثه، لكن في الصيف لا، حاول تطبخي الاكل بسرعه وتحفظيه كويس وتغسلي ايدك كويس قبل ما تبداي تعدي الطعام، ويا ريت في الفتره ديت برضو لو هناكل بره نبقى ضامنين المكان اللي احنا هناكل فيه ده يبقى مكان نظيف، ما ناكلش من اي حته مش عارفينها، علشان دوت بالذات السمك والسي فود في الفتره ديت، مع الناس بتحب في المصايف تاكل اكل سمك وكده، بيكون بيفسد بسرعه جدا لو مش محفوظ كويس والجو حر، فنخلي بالنا كويس قوي من يعني الحته دي دي مصادر عدوى لازم الانتباه ليها. جدا. وفي بقى حاجه تانية، الشق التاني من الموضوع شرب المياه والجفاف، لان الجهاز الهضمي بتاعنا بيعتمد بصوره كبيره على السوائل، السوائل الهاضمه، المخاط، اللعاب، كل دي بتساعد على هضم الاكل، فلما بيبقى فيه جفاف وما بنشربش ميه كتير حتى الانسان الطبيعي، فبيحصل جفاف في السوائل بتاعت الجهاز الهضمي، تبدا الانسان الطبيعي عادي يبدا يبقى يحس بمغص، يحس بان هو عايز يرجع، بيحس ان هو تعبان ودايخ وفي مغص في بطنه، نتيجه ايه؟ ان اصلا السوائل الهاضمه قليله فالهضم بطيء، فبيبدا يظهر شويه اعراض للناس بالذات الحساسه اللي هم الجهاز الهضمي بتاعهم حساس، بيبداوا يحسوا بايه؟ بتعب وارهاق، وحاسين ان هم الجهاز الهضمي بتاعهم مش مظبوط. الشق برضو اللي هو زي ما قلنا ان هو شرب المياه بيبقى مهم جدا علشان نحافظ، يعني دي برضو من اكتر الحاجات المهمه، عشان لما بيقل شرب المياه بيحصل امساك، الكونستيبيشن او الامساك، ده من اكتر الاعراض الشهيره في الصيف، تلاقي المريض جاي يقول لك يا دكتوره انا عندي امساك جامد جدا. بتشرب ميه؟ بشرب. بتشرب قد ايه؟ يعني الازازه الصغيره دي. لا ما ينفعش، لازم نشرب على الاقل 3 لتر ميه في اليوم، او يعني من 2 لتر ل 3 لتر. لو انت قاعد في البيت زي ما دكتور قال ممكن نكتفي من لتر ونص ل 2 لتر، بس لو خارج وفي حراره هتتعرض للحراره لازم قبل ما تخرج 3 لتر دول الحد الادنى. 2 لتر، يعني 2 بقول انا لتر بقول الحد ال ال الادنى. ال 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 يعني ممكن نقولها ب 8 كوبايات ميه على الاقل في اليوم، وممكن ناخد ال السوائل برضو عن طريق الشوربه اللي هي بتبقى منزوعه الدسم، ممكن ناخدها عن طريق الشاي، عن طريق القهوه، عن طريق اليانسون، عن طريق الكاموميل، المشروبات دي كلها نقدر ناخدها، بس الصودا ما بتعتبرش مشروبات، يعني ما بتدخلش تحت بند الايه السوائل السوائل. النافعة. العصاير بقى انا ليا كلام فيها طبعا هنجيلك في العصاير بس انا